أقول عندما نلتقي في عمان وحيث نستطيع مشاهدة الأنوار المشعة من القدس الشريف يقتضي الواجب الأخوي والقومي أن نتوجه في مستهل هذا اللقاء بالتحية إلى شعب فلسطين المجاهد مع التحية والامتنان اللذين نوجههما إلى أشقائنا في الأردن على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، اللذين يؤكدان مع فضائل أعمالهم الأخرى عمق معاني العروبة ومقاصدها في نفوسهم. ورغم صعوبة المحاولة لنتشبث بشرفة أو مرتفع مما يحقق هدف مشاهدة أنوار القدس، فإننا نرى القدس من بغداد بالعيون النفاذة المؤمنة والواسعة لتلك المدينة التي تعرفون كم بذل العرب من تضحيات وكم بنوا من مجد فيها ليثير اسمها في نفوسهم ذكريات طيبة. إننا نرى القدس من أي مكان مهما بعد عن موقعها، لأن القدس بعد أن تنير فينا كل ما هو خير في الصدور يصبح تبادل الرؤية بيننا وبينها على خط مستقيم وتتقلص المسافات بيننا وبينها، بل بينها وبين أي عربي وأي مسلم وأي مسيحي من أبناء العروبة، لتصبح قاب قوسين أو أدنى وهكذا ترتسم دون أن تتمكن عوادي الدهر من محوها علامات بينة على طريق تحريرها إن شاء الله. لقد اغتصبت فلسطين بتخطيط وتدبير، وتسترجع فلسطين بتخطيط وتدبير متقنين يتقدمهما الإصرار على إحقاق الحق. وقد أكد أبناء فلسطين المجاهدون أنهم قدوة في الإصرار والاستعداد للتضحية. إن ضياع فلسطين لم يكن سببه الأساس قوة إيمان الصهاينة بعدالة منهجهم، وإنما كان تخلي العرب عن قضيتهم. ولم يكن سببه الأساس قوة الصهاينة بل ضعف العرب. أما وقد أدرك العرب من خلال عوامل وأسباب شتى، منها انتصارهم على أعداء الله وأعدائهم في الجبهة الشرقية، وهذا الموقف البطولي لشعب الحجارة القاتلة، إنهم قادرون، فإن فلسطين ستعود وسيطرد النور الظلام وسترتفع أعلام الحق على القدس الشريف إن شاء الله.